السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتوا رحتوا فين؟ جيتوا منين؟ يلا يلا نكمل كارير مود. هنلاعب مين؟ هنلاعب برشلونة. مش انا كتبتهم برشلونة قبل كده؟ لا برشلونة رخمة، لازم نحط لها الفرقة التقيلة. العيال التقال ماشي، احنا مش احنا لعبناهم برشلونة دي؟ ما سيفتش ولا ايه؟ وصلنا كده، ده الكونتينيو كارير يا جدعان. انا حاسس ان انا لعبتهم قبل كده. انا لعبتهم قبل كده والله. حتى بص، لا 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 لا، طب يلا يلا نلعبهم تاني يلا، مش مشكلة كده كده. ايه هو اصلا الماتش صعب، بس انا مش هلعب مع الفرقة دي. هجيب العيال اللي هم العيال التقال. يلا بينا فودن، تعال ننزل بس مكانه دياز. دياز تعبان عشان خاطر لعب. طب تعالى ننزل ديفيز مكان مينديز دوت، نعمل اي حركة كده. نزل لي باستوني مثلا ماشي. تونالي شكله متضايق، نزل لي تونالي. طيب بص، الواد ده زعلان، عارف انت بيبقى في لعيبه كده ما لعبتش بقالها كتير، فاللي هي ايه تعمل لك وش غضب كده. تعالى كده ايه ناخده معانا عشان خاطر ايه بقاله كتير ما لعبش. مكان مين؟ مكان مين؟ انا كده لو شلت ده يبقى ما عنديش خط وسط. لا ما هو اصلا خلاص، يلا هو اصلا كده كده خط وسط اصلا، فيلا مش مشكله بقى. جاهزين؟ جاهزين للعركة اللي هتحصل؟ يلا بينا. أهم حاجة يا جدعان نستفيد من الكلام اللي بيتقال دوت. طور من نفسك يا ابني، والله مش هتلاقي حد كتير يقولك الكلام دوت. يعني لازم تعمل بالانس برضه في حياتك العادية والحياة العملية العادية. يعني عارف ان كنت معاك عيال تخلص كده، دي احسن حاجة. انا بلعب مستوى وورلد كلاس يعني، مش مستوى سهل يعني، بس انا بني الفريق بقالي كتير يعني. عندي واد بقى اسمه باستوني، ما بيخليش حد يتنفس، في قافل على الدنيا كلها. يا اوسيمان مش كده، يا اوسيمان ما تجيش كده. طب اقول لك حاجه، تعالى نعمل بسم الله الرحمن الرحيم، نعمل اولترا اتاكينج كده. ايه انا اصلا كده كده يعتبر كسبان، ولكن انا عايز اجيب جون تاني مكان الناس العيال الضعيفه بقى دي اللي هي اي غضبانه دي، بس اجيب جون جونين تاني كده. بس توني اصلا قافل الدنيا.
حسدتك يا بستوني. يا رب بستوني مش كده يا جدع. شكرا. الله الله يا يا ولا مش كده يلا. ارنولد زي ما بيضيع في البلاي ستيشن بيضيع في الحقيقه. تلاقيه ماتش بيلعب حلو وماتش تاني مش عارف يتسلم زي ماتش نيوكاسل كده. بصراحه هم مقلدين الحقيقه بالظبط يعني فاهم. لو في الفيفا 2023 دي لو في لعيب مثلا بيضيع هتلاقيه هنا بيضيع، في لعيب مش عارف يستلم هتلاقيه هنا مش عارف يستلم فاهم. فهنا بيحصل ابديت اول باول في اللعبه يعني تحسها ايه محاكاه للحقيقه بطريقه. ولا ولا حلوه خد يا لب ايه اتمنى يا جدعان تجربة الفيديوهات دي تكون كويسة وما ندمش عليها. ما ينفعش ندم يعني كده كده ايه الواحد بيفسد دماغه زي ما بيقولوا. كده 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 شيبسيكو مضلع يعني. حلو بستوني ولا اضغط عليه. الله 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 ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده بدري تقيل بل اللعب ده بقى ولا اوعى نهار اسود خالد بستوني حانا بستوني. ايه رايكم في الحركه دي ولا استنى كده ماشي. المرة الجاية بقى ايه نجرب لعبة رعب كده. عندي لعبة رعب هنا في البلاي ستيشن نعمل عليها كده وتبقى حلوة قوي. بس عايزة قلب جريء. لو بتخاف من الرعب وكده ما تتفرجش. مش رعب قوي يعني بس ليها مثيرة. بصراحة البلاي ستيشن بتشد اكتر يعني. انا اصلا من ساعة ما نزلت فيفا 23 دي ما بلعبش غيرها يعتبر. خلتني اتقفلت من كل الالعاب. يا ويسيوان يا ويسيوان تعالى ننزل كده لعيبة تانية. ننزل مين؟ المفروض استنى شوية. تعالى انزل ده مكان بدري وربنا يستر.
بص انا كده كده فرق جونين بس ان شاء الله خير. انا بجازف لو خسرت هموت اللاعبين دول، همشيهم بره الفرقة. ادري يلا ولا امسك يا هلو. شوف بقى ضغط اللعب بقى والضغط البريشر اللي بتعمله برشلونة، عندهم ديانج وعندهم ناس تقيلة اصلا، باورات عالية، ناس عايزة اشتريها من عندهم، مش الفرقة الضعيفة او الفرقة اللي اوعى. استر يا رب. ديفيز خش عليه ديفيز. هات احي الماتش ولع. استر يا رب. هو لو جابوا جون هيتعادلوا معايا، وانا خط الوسط طلعت العالي التقيله نزلت العالي الخفيفه يعني، فبجد ربنا يسترها. طلعت فودن وبدري اللي هم، وقلت ايه بقى الماتش محسوب يا عم. لا لا الحمد لله. هلا بستون يلا 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 اضغط عليه يا ساتر يا رمف. حلو قال يلا انت سريع. بس انا بقول لك زي ما قلت لك في لعيبه عندهم اصلا تقيله يعني، فاهم يعني؟ امبابي مش عارف ياكل معاهم اي عيش اهو. باستوني باستوني اجري اجري بقى يا عم، هات كوره بقى. ولا ولا استر يا رب. فرق جون حلوه لقطها على طول، عارف اللي هو هيجروا الناحيه دي. يا عم في ايه يا ابويا يا عم؟ مش استر يا رب. انا بص انا استاهل انا استاهل انا استاهل والله يا ابني انا استاهل. ده الواد اللي لسه منزله يا باستوني، لما يكون في الدفاع انا بطمن، بس هو مش هيشيل الدفاع لوحده يعني. حلو حلو حلوة حلوة يا لهوي. شت استر يا رب استر يا رب. ولا ولا باستوني. حلوة باستوني. الو الو استر يا رب.
لا لا اضربه يقع من اي حاجه. جدعان بجد انا اول مره اتحط في موقف زي ده والله. احنا كده هنلعب اكسترا تايم. العيال مش قادره. انا ده تالت فيديو اعمله ان شاء الله مش هبقى اخر فيديو يعني. الحمد لله. ولا 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 طب انا عايزك تشجع عشان اللي جاي دمار. ولا طب انا عامل ايه؟ طيب انا ايه بقى يا جدعان؟ المدربين دول برضو بيتعبوا والله. لا تعالى ريح بقى يا عم عثمان كده. استر يا رب. عارف انت احساس المدرب اللي هو ايه؟ عايز يكسب ومش عارف المشكلة في ايه؟ هو ده احساس. هو امسك بقى. شفت باستوني والله لعيب جامد. يا نهار ابيض والله يا جدعان. ايه ده؟ المشكلة ما عنديش خط وسط احطه تاني. حطيت كل العيال الضعيفة وخلاص على كده. اوه اجري اجري ياس. فرحنا يا اب. اجري يا اب. لازم نتفرج على الاجواء الاحتفاليه. هو سيمونز ده لسه شاريه عنده 16 سنه بس لعيب حلو يعني. حسيت اللي هو يجي منه ولعيب اصلا شكله ستايل حلو يعني فاهم. في الاول كنت بلعب بيه في 2022 كانوا بيقعدوا بقى ايه يضربوه وهو اصلا قصير فكان سهل اللي هو يضحك عليه ويتضرب. بس حاسس ان هو 2023 اعصابه جمدت كده شويه وبقى فاهم لعيب يعتمد عليه يعني. هو الواد ده اصلا هيبقى عامل زي كسافي وعامل زي الناس دي. هو اسمه كسافي بقى عامل زي انيستا وكسافي والناس التقيله ديت. اصلا هو يعني بيلعب في باريس ولما خدوه كان خدوه صغير جدا عشان هو كان موهبه يعني. فهيبقى جامد. ولا باستوني اللي عجبني باستوني ده اهو والله بطمن. ولسه صغير باستوني ده برضه. بص عسل عسل. يا حاج ولا امسك يلا. اديله ارزع. اول مرة يضيع حتم على طول بيجيبها مش عارف ايه. يا ننزل جوميز. تعالى يا جوميز انت. ما هي ايه خربانه خربانه ده 7-7 يعني. احنا ده انا ايه ده انا خسران لحد دلوقتي. يا نهار اسود اشتغلوا لي. طيب انا فاكر انا كسبان. ولا ولا امسك يا بتتكلم. اهو
يا جدعان الماتش، الماتش كله إثارة، هتاخدوا حوافز يا رجالة. الله الله، فرحني 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 فرحني. اتفرج يا باشا على الاحتفالية وادعي لي. الواد ده زادوا، زاد 8.5 مليون دلوقتي بعد الجون اللي هو جابه ده. بس هوشهم كلهم، بس انا مش هبيعه سيمونز ده حتى لو جالي في عرض. يعني ضربات الجزاء هنا رخمة الصراحة. حلو حلو شغل ده، خلص الماتش الحمد لله. يا لاشي ده كده، احنا كده عملنا شغل حلو قوي. 21 دقيقة بس احنا لعبنا اكسترا تايم. احنا كده عامل 3 فيديوهات حلوة على يوتيوب كده، ولا نعمل فيديو كمان؟ رب يعجبهم يا جدعان بجد. لو الفيديو عجبكم كده اكتبوا لي اي كومنت كده شجعني والله، انا محتاج تشجيع الفتره دي. احنا بقى بص هنا بقى بيقول لك ايه، سيمونز والنبي انت برنس. هوقف لحد هنا وهنعمل الفيديو اللي جاي، يبقى فيديو اخير، وفيديو اخير للنهارده. ماشيين؟